أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، طالبات الحبيبات حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم. نحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بصدد اللقاء الحديث في اللقاء الثاني أو المحاضرة الثانية من الثقافة الإسلامية، والتي يعني سنناقش فيها بإذن الله عدة محاور. أولا سنتكلم بشكل عام عن مصادر الثقافة الإسلامية، وسنتناول بإذن الله كل مصدر بشيء من التفصيل. المصدر الأول من مصادر الثقافة الإسلامية القرآن الكريم. سأرجع بكم قليلا إلى الوراء. لو جئنا لتعريف الثقافة الإسلامية، تعريف الثقافة الإسلامية هي، تفضلي، اصطلاحا الثقافة الإسلامية، بارك الله فيك، الثقافة الإسلامية، الثقافة هنا هي المعرفة التي تؤخذ عن طريق الاستنباط وعن طريق التلقي وعن طريق الإخبار، هذه الثقافة بشكل عام. نحن تحدثنا عن الثقافة بشكل خاص، الثقافة الإسلامية، تفضلي. كل ما يتعلق من الضوابط والتشريعات والقوانين التي عليها المدار وفهم الإسلام تطلق عليه فكرة شاملة عن الإنسان والكون والحياة. كلام رائع، بارك الله فيك. إذن هي المعارف والقوانين والضوابط التي عليها مدار وفهم الإسلام. لماذا؟ حتى تنبثق عند الإنسان المسلم فكرة شاملة عن الإنسان والكون والحياة. من أين سيأتي بهذه الأفكار وهذه القوانين وهذه الضوابط وهذه المعارف؟ من أين؟ تفضلي، بارك الله فيك، من القرآن الكريم والسنة النبوية. إذا نحن في هذه الثقافة المباركة، حتى عندما تحدثنا عن مميزات وخصائص ما تختص به الثقافة الإسلامية عن غيرها من الثقافات، قلنا أول خصيصة من هذه الخصائص أن ثقافتنا أو أن ثقافتنا ربانية، بمعنى أن كل ما يردنا من هذه الثقافة إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. إذن هو مسند بالقرآن أو السنة أو المصادر الأخرى. أول مصدر من المصادر التي يمكن أن نستعين بها لتعلم هذه الثقافة هو القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم السيرة النبوية، وبعد ذلك الفقه الإسلامي. لدينا في الفقه الإسلامي عدة فروع تابع للفقه الإسلامي وليس للمصادر بشكل عام، ممكن عن طريق الإجماع، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، والعرف وشرع من قبلنا. ثم من مصادر ثقافتنا الإسلامية التي نستعين بها التاريخ الإسلامي، بارك الله فيك، وبعد ذلك اللغة العربية. سنأتي بإذن الله على هذه المصادر الواحدة تلو الآخر. أولا بالنسبة للمصدر الأول وهو القرآن الكريم، لو قلنا ما تعريف القرآن الكريم، لربما تعريف القرآن الكريم بالنسبة لكنا تعريف واضح ومر مرارا وتكرارا. تفضلي. بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذن عندما نتكلم عن القرآن الكريم نحن نتكلم عن كلام الله. هذا الكلام المبارك هو كلام متعبد بتلاوته، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا به بالقراءة في الصلاة، فقراءة القرآن عبادة، قراءة القرآن عبادة. إذن هو كلام الله المتعبد بتلاوته، المنزل إلينا بواسطة الوحي جبريل، المعجز بلفظه ومعناه، ليس كالسنة، السنة معجزة بمعناها وليس بلفظها. أما القرآن الكريم هو معجز لفظا
ومعنى. تمام؟ كيف نقل إلينا هذا القرآن الكريم؟ نقل إلينا بالتواتر بواسطة الوحي جبريل، صحيح، لكن كيف نقل إلينا بالتواتر؟ ما معنى التواتر؟ تفضلي. رائع، بارك الله فيك. التواتر هو ما رواه جمع عن جمع. ما فائدة أن يروي جمع عن جمع؟ التواتر ما رواه جمع عن جمع، ما الفائدة؟ بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نقل إلينا هذا القرآن، نقل إلينا من مجموعة كبيرة إلى مجموعة كبيرة إلى مجموعة كبيرة، هذا العدد الكبير من الناقلين لهذا القرآن بأمانة ومصداقية وشفافية وموضوعية، عددهم الكبير يجعل من المستحيل اتفاق هذا العدد الهائل على أن يكذبوا. يكذبوا في ماذا؟ يكذبوا في آية أنها قيلت ولم تقال، يكذبوا في زيادة. نحن نتكلم عن القرآن، لا علاقة لنا هنا بالحديث، نحن نتكلم عن القرآن الكريم. إذن أين يمكن أن يكون الكذب؟ أن يضيفوا آية ليست موجودة من القرآن، أو أن يحذفوا آية لم تعجبهم وليست من القرآن، أو أن يزيدوا على آية ما لم يكن فيها من القرآن، أو أن ينقصوا من آية ما ليس فيها من القرآن، أليس كذلك؟ هذا الكلام ماذا قال؟ يستحيل أن يحدث في ظل وجود الجمع، فهو وصل إلينا بالتواتر، أي جمع عن جمع، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. نأتي الآن إلى أسماء القرآن الكريم. كم اسما للقرآن الكريم؟ تفضل. إذا يوجد للقرآن الكريم كم اسم؟ إذا ست أسماء للقرآن الكريم، وهي 1. تفضلي. القرآن، ما الدليل؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهنا ماذا سمى القرآن؟ قرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تمام. المصحف، هل يوجد في القرآن اسم مصحف؟ وإنما متى أطلق لفظ المصحف على القرآن؟ في عهد أبي بكر الصديق، عندما تم جمع المصحف، تمام؟ إذن عندما تم جمع المصحف سمي القرآن، سمي مصحفا. لكن يوجد في القرآن الكريم الصحف وليس المصحف، اللي هي صحف إبراهيم وموسى. أيضا من الأسماء، تفضلي. التنزيل، الدليل، تفضلي. التنزيل، لماذا سمي التنزيل تنزيلا؟ لأنه منزل من رب العالمين، وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين. وهذه الآية بإذن الله تعالى سنحتاجها عما قليل في محور آخر. الذكر، لماذا سمي القرآن ذكرا؟ بارك الله فيك. إذا هذا القرآن يضم بين دفتيه مواعظ وذكر و إرشادات لخيري الدنيا والآخرة، فهذا يسمى ذكرا. والدليل، تفضلي. الذكر دليل على أن القرآن سمي ذكرا، تفضلي. بارك الله فيك، رائعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا تفضلي. الكتاب، لماذا سمي الكتاب القرآن كتابا؟ تفضلي. بارك الله فيك، لأنه كتب بالأقلام وجمع وكان بين دفتيه الآيات، الصور والآيات والحروف. أيضا قبل بعد إذنك، الكتاب دليل. تفضلي. بارك الله فيك. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين. ماذا يقصد بذلك الكتاب؟ القرآن الكريم، فهو اسم من أسماء القرآن الكريم. تفضلي. الفرقان، لما سمي القرآن فرقانا؟ أرجو الهدوء، أرجو الهدوء، بارك الله فيكم. تفضلي هناك، بارك الله فيك. لأن هذا القرآن إنما جاء لنا للتفريق بين الحق والباطل، وللتفريق بين طريق الحق وطريق الضلال. أيضا تفضلي. لا فضل الله فوك، تبارك الذي نزل القرآن على، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهنا أطلق على كلمة القرآن ماذا؟ الفرقان، بارك الله فيك. هذه هي باختصار الأسماء التي وردت عن القرآن الكريم. هل هناك أوصاف للقرآن الكريم؟ طب أيهما أكثر، الأسماء أم الأوصاف؟ الأوصاف طبعا أكثر، التي ذكرت في القرآن الكريم. من الأوصاف التي ذكرت في القرآن الكريم؟ تفضلي. الكلام، أيضا الحديث، الموعظة، صحيح، العلي، أيضا النور، الوحي، الشفاء، الهدى، مبارك، المبارك، إذ الصراط، بارك الله فيك. إذن يوجد أسماء أوصاف كثيرة للقرآن الكريم، بل إن كل اسم ممكن أن نشتق منه صفة، ولكن ليس، لا يمكن أن نشتق من الصفة اسم. كلام واضح؟ إذن هناك أوصاف عديدة للقرآن الكريم، وصف القرآن وصفات في 95 اسما وصفة. نأتي الآن إلى عنوان مهم جدا، وهو مراحل نزول القرآن الكريم. لنثبت أولا أمر مهم، هل القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا أم جملة واحدة؟ مفرقا، بارك الله فيك. ما دام القرآن نزل مفرقا، في كم سنة نزل؟ أرجو لو سمحتي تفضلي الاستئذان. أولا في 23 سنة، وقلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بالنبوة وعمره 40 عاما، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى جواره ربه وعمره 63 عام. إذن عمره، نزل عليه الوحي وعمره، وتوفي صلى الله عليه وسلم وعمره كم، مكث النبي في الدعوة وفي النبوة؟ 23 عام. الآن الثلاث وعشرون عام هي بالضبط مراحل نزول القرآن الكريم، لأن طوال النبي صلى الله عليه وسلم موجود والقرآن يتنزل عليه. إذن مراحل نزول القرآن، في كم عام نزل القرآن الكريم؟ في 23 عام. الثلاث وعشرين عام مقسمة إلى قسمين، منها ما نزل في مكة المكرمة، ومنها ما نزل في المدينة. نزل القرآن في مكة في كم سنة؟ تفضلي. 13 عاما، بارك الله فيك، ممتازة. كم كمية، لو أردنا أن نحصي نسبة القرآن المكي اللي نزل في مكة، تفضلي. ثلثي القرآن الكريم نزل أين؟ نزل في مكة في 13 عاما. نأتي الآن إلى المدينة، كم بقي من 13؟ 10 سنوات. كم تمثل 10 سنوات من القرآن الكريم؟ الثلث المتبقي. واضح؟ إذا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما، 13 في مكة و10 في المدينة. كلام جميل. نأتي الآن إلى المراحل التي نزل فيها القرآن الكريم. نحن قلنا أن القرآن الكريم نزل مفرق. الآن كيف نزل القرآن، أو ما هي المراحل التي مر بها نزول القرآن؟ إذن هنا مراحل نزول القرآن. تفضلي. المرحلة الأولى، تفضلي ماما،
بارك الله فيك. إذن النزول الأول كان من رب العزة إلى أين؟ إلى اللوح المحفوظ. الدليل، الدليل تفضلي. بارك الله فيك. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب سؤال مهم جدا هذا الآن، قبل اللوح المحفوظ. الآن في اللوح المحفوظ، هذا اللوح المحفوظ الذي كتب عليه كل ما يختص فيه في أمور الدنيا، فهذه كل أجالنا أعمارنا أعمالنا كل ما يتعلق بنا كتب جملة واحدة في اللوح المحفوظ. الآن سؤال يطرح نفسه، هل نزل القرآن الكريم في النزول الأول جملة واحدة ولا مفرق؟ في اللوح المحفوظ جملة واحدة. القرآن الكريم نزل في السماء جملة واحدة، أما في الأرض على نبينا محمد مفرقا. إذن لاحظتم الفرق؟ وهذا شرف خاص للقرآن، لأن الكتب السماوية نزلت جملة واحدة. القرآن الكريم نال شرف أن يكون نزل جملة واحدة ونزل أيضا مفرقا، وسنعرف بإذن الله لماذا نزل مفرقا بعد قليل. لكن النزول الأول كان من رب العزة إلى اللوح المحفوظ في السماء العليا، والدليل قلنا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. النزول الثاني تفضلي. كلام رائع. من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هل تتوقع أن هذا النزول مناسب مفرق ولا جملة واحدة؟ ما الفائدة أن ينزل في السماء مفرق؟ إذن على الأرض مفرق، نحن نقول هنا في السماء. إذن نزل جملة واحدة. إذن النزول الأول من الله إلى اللوح المحفوظ، النزول الثاني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. النزول الثالث وهو الآن موضع الحديث، تفضلي. بارك الله فيك. نزل القرآن الكريم نزولا ثالثا، ملاحظين النزول؟ إذن هذه هنا المرحلة الأولى، هنا المرحلة الثانية، وهنا المرحلة الثالثة. من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب نبينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال مهم، ما الدليل على أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا أو منجما؟ تفضل. بارك الله فيك. نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على ماذا؟ على قلبك، على قلبك يا محمد، لتكون من المنذرين. كلام رائع بارك الله فيكم. في كم سنة نزل على قلب محمد؟ في 23 عاما. نريد أن نراجع المعلومة أول بأول. إذن النزول الأول من اللوح المحفوظ من بيت العزة إلى اللوح المحفوظ، النزول الثاني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا، والنزول الثالث من السماء الدنيا أو من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب نبينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الله شرف نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه أنزله عليه مفرقا. ما الحكمة؟ لماذا نزل القرآن مفرقا على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل جملة واحدة؟ ما الحكمة؟ تفضلوا. إذن هناك عدة حكم. الحكمة من نزول القرآن لك أن تقولي منجما أو مفرقا. هناك ليست حكمة وإنما حكم. ما الحكمة الأولى؟ حكمة الأولى قلنا، تفضلي. بارك الله فيك. تثبيت فؤاد النبي
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ كذلك لنثبت به فؤادك. شوف الآية ما أجملها، كذلك لنثبت به فؤادك. انظر إلى سورة الضحى، قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، صح؟ ما ودعك ربك وما قلى. إذن في هذه الآيات فيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما همت به الأمور وزادت عليه الغموم وزادت عليه شراسة الأعداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محاط بالمكر والكيد من العرب ومن العجم، فكان هذا القرآن عندما ينزل من فترة إلى أخرى ماذا يفعل في قلب النبي حتى لا يعني يتزلزل النبي صلى الله عليه وسلم أو يضطرب؟ إذن كلما نزل عليه الوحي ازداد قلبه ثباتا وازداد اطمئنانا. تمام. ثانيا تفضلي. التحدي والإعجاز، بارك الله فيك. في التحدي والإعجاز نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أرجوكم، النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، والنبي كان أمي، فلا يمكن لنبي أمي أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولذلك أوقع الله سبحانه وتعالى التحدي بهذا القرآن، والذي جاء من صنف براعتهم وإبداعهم، فكان العرب هم أهل اللغة وكانوا أهل الفصاحة، فتحداهم أن يأتوا بآية، بصورة، بعشر صور بمثله. إذا كانت هذه الصورة لا تستطيع أن تحاكيها فستنزل عما قريب صورة أخرى، إذا هذه الآية ستعجز عن الإتيان بها سنأتي بآية أخرى، فلك فالتحدي قائم إلى قيام الساعة بهذا القرآن الكريم. أيضا من الفوائد والحكم، تفضلي، بارك الله فيك، تيسير حفظ القرآن الكريم. الآن عندما ينزل مفرقا على النبي كلما نزلت آية ماذا يفعل بها الصحابة؟ يحفظوها ويفهموها ويعملوا بما جاء بها، ثم يحفظ ما يأتي بعدها، أليس كذلك؟ إذن هذا الكلام، أيهما أسهل، أن يحفظ القرآن، أن ينزل جملة واحدة فنحتار من أين نبدأ، أم أن نحفظ كلما نزلت آية نحفظها؟ كلما نزلت آية أو آيتين نحفظهما. إذا ففيها تيسير لحفظ كتاب الله. أيضا تفضلي. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. باختصار شديد، كانت كثير من القضايا أو من القصص أو من التساؤلات والاستفسارات الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي لم يكن لهم علم بها، لأن الحكم الشرعي لم يكن قد شرع عليهم، فماذا كانوا يفعلوا؟ تأتي يعني تقع الحادثة ثم ينزل عليها أو على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا بهذه الحادثة، إما أن يدعم هذا الموقف وهذا الحكم، وإما أن يعاتب الله بهذا الحكم لأنه لم يكن يعني كما يريد الله سبحانه وتعالى، وإما أن يشرع حكما لم يكن موجود. لنا أن نتخيل في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ذهبت امرأة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تهمس في أذنها أن زوجها قد أهانها وقال لها أنت علي كظهر أمي، إذا حرم زوجته عليه كأمه. ففي ذلك الوقت لم يكن هناك حكم الظهار، يعني لم يكن هناك حكم لهذه المسألة، فماذا نزل؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. زوج النبي كانت بالكاد تسمع صوتها، إلا أن الله سمع صوتها وأنزل فيها قرآن، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والآيات التي تليها كانت عن حكم الظهار وحادثة الإفك، بارك الله فيك،
ولا يأتل الذين ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن ينفقوا. إذا حادثة الإفك أيضا كانت بالنسبة لهم جديدة، قضية القذف جديدة على المجتمع، حكمها لم يكن معروفا بالنسبة لهم إلا بعد حادثة الإفك وغيرها من القصص. فكانت الكثير من الآيات القرآنية تأتي ضمن أحداث، ضمن أحداث للإجابة عنها وعن التساؤلات فيها أو لتشريع حكم شرعي أيضا. تفضل. بارك الله فيك. التدرج طالبات الحبيبات، التدرج في التشريع. الآن عندما حرم الخمر، صلوا على رسول الله، الآن لو نزل القرآن جملة واحدة في كثير من الأحكام الشرعية التي نزلت بالتدريج لن يكون فيها تدريج، وإنما ماذا سنفعل؟ سنفعل الحكم من الآخر، يعني آخر حكم ورد في المسألة. الآن بالنسبة للخمر، قال فيه منافع، فيه إثم كبير ومنافع للناس، هل قال في الآية بأنه حرام؟ لا، ولكن العاقل صاحب اللب وصاحب الفهم الواسع يعني سينفر منه من باب الصحة ومن باب العافية، سينفر منه. فقال فيه إثم أو فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم بعد ذلك قال لا تقربوا الصلاة وأنتم. طيب لو لم أكن في حالة سكر وكنت يعني في حالة استيقاظ ذهن، يجوز الصلاة ولا إشكال فيها، لكن عليك أن تحرص أيها المسلم من أوقات الصلوات أن تكون في قمة تركيزك حتى لا تخلط في الآيات وفي الصلاة، تمام؟ لكن هل هنا تحريم؟ لكن هنا في نوع من التقنين لحكم الخمر، بدلاً أيوة بارك الله فيك، بدلاً من أن كان هذا الإنسان الكأس بالنسبة له ككأس الماء يشربه وقت ما شاء، كان يقتصر شربه على الخمر فقط في وقت الليل، لأنه إذا ما استيقظ لصلاة الفجر يكون قد ذهب مفعول الخمر، تمام؟ ثم جاءت الآية بارك الله فيك، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة اجتنبوه فعل أمر، والأمر يقتضي هنا التحريم، وجوب الابتعاد والاجتناب عن شرب الخمر. تخيل أنه لو نزل القرآن جملة واحدة كان اجتناب الخمر مأمورين فيه من اللحظة الأولى التي نزل فيها القرآن، وهذا صعب على أمة محمد، أليس كذلك؟ نزل القرآن على أمة الخمر فيهم كالماء، وكثير من العادات الربا فيه مركب كالبيع العادي والشراء العادي، كيف سأستطيع أن أقلع عن كل هذه العادات السيئة والمحرمة بكلمة؟ صعب. فمن باب الله سبحانه وتعالى لأنه العليم الخبير يعلم يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم طبيعة هذا الإنسان الذي لا يمكن أن يأتي بكلمة ليستقيم حاله، وإنما يحتاج هذه النفسية أو هذه الطبيعة البشرية تحتاج إلى نوع من التدرج. فكان القرآن منزل بشكل مفرقا الآية بعد الأخرى. تفضلي. بارك الله فيك. ستة، التلطف بالنبي. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه جبريل كان يجهد ويتعب ويتصبب عرقا. تخيلي هذا لو نزل عليه بآية، فكيف به لو نزل عليه قرآنا كاملا؟ فهذا الأمر شاق على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب التلطف به والرحمة بنبيه وعلم الله بطبيعته البشرية، فماذا فعل؟ أنزله عليه مفرقا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف، أو في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كيف كتب القرآن؟ ما هي الوسائل التي كتب عليها القرآن؟ تفضلي. ارفعي صوتك قليلا. وحبال
بارك الله فيك. الآن لو لاحظنا أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين كتبوا القرآن طبعا كتبوه حسب ما هو متاح لهم في عصرهم. ما هي الوسائل التي كان يكتب عليها في عصرهم؟ عسب النخيل واللخاف اللي هي الحجارة الرقيقة، الحجارة البيضاء الرقيقة، وأيضا الجلود. إذن كل ما كان متاحا في عصرهم كانوا يكتبوا عليه القرآن الكريم. الآن نحن نعلم أن القرآن الكريم تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. هل عندما كان ينزل الوحي كان يأتي بصورة واحدة أم بعدة صور؟ طيب هل سبق وأن نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية؟ أكيد طيب لماذا ذهب إلى خديجة وقال دثروني؟ أريد أن أسمع بصوت، الله يرضى عليكم. الآن عندما قال زملوني لماذا؟ لأنه رأى شيء لم يسبق أن رآه محمد. إذا تتوقع في هذه الحالة رآه على حقيقته ولا على هيئة عادية؟ إذا على حقيقته. فكان جبريل طوله ما بين السماء والأرض، وكان له 600 جناح، مش جناحين، 600 جناح. تخيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المنظر المريع، بالنسبة له منظر لم يسبق له أن يراه، ولذلك ذهب إلى خديجة يرتجف. إذا فعليا الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية كم مرة؟ مرتان. المرة الأولى في غار، والثانية ممتاز بارك الله فيك، في الإسراء، في حادثة الإسراء والمعراج. كلام جميل. طب هذا على صورته الحقيقية، طب على غير صورته الحقيقية؟ كان ممكن أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على بارك الله فيك، أولا على هيئتي نستمع قليلا بارك الله فيكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال، نستمع إلى الحديث. بينما نحن جلوس عند رسول الله، قصة جميلة، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم سألوا عن الإيمان وعن الإحسان. المهم الصحابة في حالة ذهول، من هذا الرجل؟ هذا الرجل ليس بالقريب فنعرفه، وليس بالبعيد فيظهر على شكله، على شعره. الأصل لو كان جاء من سفر أن يكون رث الثياب وأن يكون متسخ البدن ومتسخ الملابس، أليس كذلك؟ هذا الإنسان يعني كان في قمة أناقته ونظافته، إذا لم يأتي من بعيد. طيب ولو كان من قريب، الأصل أننا عرفناه. في نهاية الحديث سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن متى الساعة، ثم سأله عن ما هي أماراتها أو علاماتها. في نهاية الحديث غادر الرجل، فسأل النبي قال: أتدرون من السائل؟ كلهم في حالة حيرة، علامات استفهام ترتسم على عين كل صحابي. قالوا: الله ورسوله أعلم. على فكرة يقال في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل وقال له أنه نادي هذا الرجل، فخرج فلم يجد شيئا وكأنه اختفى، فقال له النبي: أتدرون من السائل؟ إنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا الرجل الذي جلس إلينا وسمعنا منه وسمع منا إنما كان رجل، لكن هو الهيئة رجل وفي الحقيقة جبريل. إذن أول صورة كان يأتي على هيئتي بشر، هناك صور أخرى كان يتمثل بها جبريل. تفضلي بارك الله فيك. صلصلة جرس أيضا، غير صلصلة الجرس، لا، على هيئة غير مرئية، وأيضا النفس
في الروعة، يعني كان يلقي المعنى في قلب النبي. على فكرة على هيئة بشر، كان غالبا ما يأتي في صورة صحابي جليل جميل وسيم يسمى يحيى أو دحية الكلبي، كان يشبهه إلى حد ما. النفس في الروعة، صوت جرس، على صوتي جرس. طيب نأتي الآن بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم، عندما الآن تحدثنا عن صور الوحي وعن تنزيله للقرآن الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نتحدث الآن في محور أسباب النزول. الآن عندما كانت تنزل الآيات على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هل هناك فوائد لأسباب النزول؟ لماذا ندرس علم أسباب النزول؟ لماذا أحيانا نحن ننصح بدراسة التفسير ودراسة أسباب نزول الآيات؟ لعدة أسباب، لأن هناك فوائد كثيرة من دراسة علم النزول. فوائد دراسة أسباب النزول، أولا تفضلي. بارك الله فيك. عندما يعرف الإنسان لماذا نزلت هذه الآية، لو قلت لك ألف مرة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هل ستفهمي من سياق الآية أين المشكلة؟ لن تعرفي. لكن سبب النزول عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما قالت لزوج النبي أنه حرمني على نفسه كحرمة أمه، سبب النزول هو الذي فسر الآية وأعطانا فهما ووضوحا للآية. إذن أول فائدة القدرة على تفسير القرآن. اثنان تفضل. بارك الله فيك. من أين عرفنا حكم الظهار؟ من سبب نزول الآية. إذن معرفة الحكم الشرعي الوارد في الآية. ثالثا تفضل. بارك الله فيك. معرفة علاقة الآية بالتي، طبعا بالتي قبلها أو بعدها. للعلم بعد الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية التي بعد الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. إذن شو علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ إذن عن ماذا كانت الشكوى؟ عن الظهار. إذن علاقة الآية بالتي قبلها أو بالتي بعدها. تفضلي تفضلي. بارك الله فيك. سبب نزول الآية، إذا كانت هذه الآية نزلت في مكة أو قبل الهجرة، تعطيني دلالة على أن هذه الآية مكية، وإذا كانت نزلت بعد الهجرة يعرف من سبب نزولها أو مكان نزولها أنها مدنية. إذن تمييز القرآن المكي والمدني. أين المعترضة؟ تفضل. معرفة الناسخ من المنسوخ، كلام جميل. بس نريد فقط شرح بسيط جدا. بالنسبة للنسخ، هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر مخالفا له ومتراخ عنه. ما معنى هذا الكلام؟ سأوضحها بحديث. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أو في بداية الإسلام حرم زيارة القبور للمرأة، لأن المرأة في ذلك الوقت ماذا كانت تفعل؟ كانت تلطم خدها وتشق جيبها وتتحدث بحديث الجاهلية، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
لعن الله زوارات القبور. ثم بعد فترة عندما استقر الإيمان في قلوبهم وأصبحت الواحدة من النساء المسلمات ترسل ابنها وزوجها وأهلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء خبر الأول فتقول كيف رسول الله، جاء خبر الثاني وقالت كيف رسول الله، يعني إذا كان الرسول بخير فنحن إيه بخير، لا خسارة إلا بفقدان النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الإنسانة التي وعت الحكمة من هذه الحياة ووعت طبيعة الموت وأنه بعد الموت لقاء، أكيد لن تفزع عند الموت، وأكيد لن تلطم الخد، وخاصة أنها علمت أنها من أفعال الجاهلية وأن الله سيؤاخذها على ما تقول وعلى ما تفعل. فنزل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. أليس كذلك؟ كلام صحيح. الآن الحكم الثاني جواز زيارة القبور للمرأة. الحكم الأول حرمة زيارة القبور للمرأة. الحكم الثاني ينسخ الحكم الأول، يلغيه، يلغي حكمه، فيصبح العمل بالحكم الثاني وهو الناسخ. هذا هو تعريف النسخ. النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه ومخالف له. كلام واضح؟ بالضبط يا صبايا. نفس قضية اللي هي عدة المرأة. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كان سنة كاملة، ثم بعد ذلك نسخ هذا فاجعة سنة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بحكم شرعي أخف وهو 4 أشهر و10 أيام. تمام. الحكم الثاني 4 أشهر و10 أيام ناسخ للحكم الأول التي تعتد فيه المرأة سنة كاملة عن زوجها المتوفى عنها. تفضلي. تيسير تلاوة القرآن الكريم وحفظه. حتى الأطفال الصغار عندما لا يستطيع حفظ آية ماذا نقول؟ نفسرها، نشرحها، نقول له سبب نزولها، ثم ماذا يفعل؟ يستطيع أن يحفظها. إذن فيها نوع من أو من فائدة أسباب النزول تيسير الحفظ والفهم. تفضلي. بارك الله فيك. تثبيت الحفظ. الآن إذا ما ارتبط فهمنا لأمر ما بقصة ما فهي أدعى إلى الحفظ، وهي أدعى إلى التثبيت في العقل. طالما ارتبطت بماذا؟ ارتبطت بقصة. إيش هي القصة؟ سبب النزول. سبب النزول. كلام واضح. نأتي الآن إلى موضوع النسخ. تكلمنا عنه وقلنا هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر مخالفا له ومتراخ عنه. نأتي الآن لنغوص في موضوع جميل جدا يتعلق بالقرآن الكريم، وهو حكم التجويد. حكم التجويد. التجويد له حكمان عندنا. أولا التجويد، صلوا على رسول الله لنفهم معا الحكم. الآن بالنسبة للتجويد، التجويد كما الكيمياء، من الممكن أن نحفظ تجربة ما، لكن لا يمكن أن نحكم على أنفسنا بأننا أتقناها إلا إذا طبقناها في المختبر، أليس كذلك؟ إذن هناك فرق كبير جدا بين الجانب النظري والجانب العملي. القرآن الكريم ولله المثل الأعلى ولكتابه المثل الأعلى له شقان. الشق الأول علمي نظري، الشق الثاني عملي تطبيقي. الآن بالنسبة للشق الأول
وهو حكم التجويد من ناحية نظرية أو من ناحية علمية. من ناحية علمية يعني أن نعرف ما هو تعريف الإدغام، أن نعرف ما هي حروف الإدغام، أن نعرف ما هي مراتب الغنة، أن نعرف حروف التفخيم والترقيق، أن نعرف الصفات من ناحية نظرية. هذا حكمه بارك الله فيك فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض ماذا يحدث؟ سقط عن الباقين. السؤال، وإذا قصر الجميع أثم الجميع. إذا لم نجد في عصر ما عالما يحفظ هذا العلم أو طالب علم يحفظ هذا العلم ليؤديه لمن بعده ولينقله إلى ما بعده، كلنا أو كل من كان في هذا العصر يعتبر آثم، يعتبر آثم. الآن العمل التطبيقي، أن نعرف، نريد أن نسمع قليلا بارك الله فيكم، أن نعرف كيف نقرأ القرآن كما أنزل على محمد. أحيانا نأتي بطفل صغير يكون في مراحل ابتدائية ولا يعرف حكما من أحكام التجويد، ولكن تلقى القرآن على أيدي المشايخ في المسجد، فماذا تكون، كيف تكون قراءته؟ يكون متقنا للأحكام في القراءة. هذا ما نقصد في العمل التطبيقي، أن آتي بالغنة وبالتفخيم والترقيق والإظهار والإضغام والإقلاب والهمس والجهر وإلى آخره، إني أنا أؤديه أداء في القراءة. ما حكمه؟ هنا فرض عين، فهو فرض عين على كل مسلم وعاقل، ولا نقول قادر، لأننا جميعا قادرون على تعلم أحكام التلاوة كل حسب طاقته ووسعه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الإنسان الذي يبذل وقته وجهده لتعلم كتاب الله في المرحلة الأولى التي يكون فيها يتتعتع في كتاب الله ويخطئ، مرة يأتي بالحكم ومرة ينسى، مرة يحقق ومرة يعني لا يحقق، في هذه الحالة، في هذه الحالة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله به أجران: أولا أجر القراءة، وثانيا أجر المشقة والتعب. أجر المشقة إذن على تعب، على المحاولة، على النية أن أحسن تلاوتي، هناك أجر. ومن هنا أطلق دعوتي تبرئة لذمتي أمام الله، الطالبة التي تستطيع أن تتعلم كل أنواع الفنون والعلوم تستطيع أن تقرأ القرآن كما نزل على محمد. الطالبة التي تجيد فن الإتيكيت وتجيد التصميم وتجيد فن وضع المساحيق والمكياج لم تتعلمه في يوم وليلة، لقد بذلت أوقات ومحاولات تلو المحاولات حتى وصلت إلى مرحلة الاحتراف. الأولى من هذا كله أن نذهب إلى الله سبحانه وتعالى بيض الوجوه. الأولى من هذا كله في اليوم الذي نقف بين يدي الله، اسمعوني رجاء، في اليوم الذي نقف بين يدي الله ويكون ميزان التفاضل بين إنسان وإنسان رقيه في الدرجات حسب تلاوته لكتاب الله، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، أي ارتفع في درجتك، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك، مكانك، عند آخر آية كنت تقرأها. سؤال يطرح علينا: متى آخر آية قرأتها؟ رمضان؟ الشهر الفات؟ الأسبوع الفائت؟ طيب أسأل سؤال آخر: الطريقة التي نقرأ بها الآن، حبيبات الطالبات رجاء، سؤال يجب أن تجيب عليه كل طالبة بينها وبين الله، بينها وبين نفسها: الطريقة التي الآن تقرأ فيها القرآن
هل يسرك أن تقرأي فيها أمام الله؟ الجواب لك، لا أريد إجابة. اختاري الموقف الذي تبيض فيه وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لتكوني من الناس الذين يباهى بهم يوم القيامة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فأكون أرتقي بعز وأرتقي بشرف وأرتقي بشغف وأرتقي بحب. لماذا؟ لأنني أعطيت هذا القرآن من وقتي الكثير. فهذا نداء وهمسة محبة لكل الطالبات، أن تبدأ، كل طالبة لا تستطيع أن تقرأ القرآن بالصورة الصحيحة، أن تبدأ من الآن وتعاهد الله على أن تتقن قراءة القرآن كما أنزل على محمد، من خلال الدورات التي تلتحق بالمساجد، من خلال دورات أونلاين على بعض المواقع. اختار الطريقة التي يعني ترينها مناسبة لك. المهم أن نصل إلى أن نؤدي الفرض الذي علينا، وهو أن نقرأ القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هناك آداب للقرآن الكريم. ما هي الآداب التي عندما نقرأ القرآن يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم؟ تفضلي أسمع. بارك الله فيك. أي إنسان يريد أن يقرأ القرآن احتراما للقرآن وتوقيرا لهذا القرآن، أن يكون هذا الإنسان طاهرا من الحدثين. انتظروا قليلا. الحدثين الأكبر والأصغر. لو قلنا ما معنى الحدث الأكبر وما معنى الحدث الأصغر، من باب التوضيح، الحدث الأكبر، الطالبة هنا، الحدث الأكبر، ركزي، الحدث الأكبر، الحدث الأكبر هو ما لا يتطهر منه إلا بالغسل، كالحيض والنفاس والجنابة. أما الحدث الأصغر هو الذي يتطهر منه بماذا؟ بالوضوء، كالبول والغائط وخروج الريح والنوم والأشياء الأخرى التي تعتبر حدثا أصغر. إذن على قارئ القرآن أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. تفضلي. يحافظ على طهارة الثوب والمكان والبدن. تفضلي. إخلاص النية لله، والمفروض أن يكون هذا البند الأول، لأنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تفضلي. استقبال القبلة. تفضلي. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. تفضلي. البسملة، وهو طلب البركة والعون من الله سبحانه وتعالى لإتمام ما بدأنا به. تفضلي. الخشوع والبكاء، وإن لم يستطع الإنسان البكاء فماذا يفعل؟ يتباكى. تفضلي. الأصل أن يشعر الإنسان، شوفي ماذا قال لنا الله في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا القرآن إنما جاء ليتدبر الإنسان كل معنى فيه، بل بالعكس، الأصل أن يستشعر الإنسان أنه مخاطب بكل آية في هذا القرآن، فإذا مر، وأن يعيش كل آية، فإذا مرت عليه آية عذاب ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من عذابه، من العذاب المذكور في الآية. وإذا مرت به آية نعيم يسأل الله من فضله. إذا مر عليه سؤال يجيب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلائك ربنا، فسبح بحمد ربك واستغفره. سبحان الله، استغفر الله. إذن الأصل أن يعيش الإنسان شعور روحاني مع كل آية، وكأنما أنزلت هذه القرآن لي وحدي. تفضلي. في مواضع الجهر نجهر بالقراءة، وفي مواضع الإصرار نسر بالقراءة. تفضلي. تحسين الصوت. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. الأصل في الإنسان المسلم أن يجمل صوته بالقراءة. تفضلي. الإنصات والاستماع. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضلي. الإكثار من التلاوة، لأنها تثقل الموازين. تفضلي. تفضلي. أعيدي مرة أخرى. صحيح، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. زميلتكم تقول الأصل أن نعيش مع القرآن، فإذا حتى مرت علينا آية السجود ماذا نفعل؟ نسجد. يعني هذا معنى التعايش والتفاعل مع القرآن، وكأنما أنزل علي خصيصا. هناك جزئية ضروري إن شاء الله سننهي بها الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. سنتحدث الآن بإذن الله سبحانه وتعالى عن قبلها مراتب التلاوة. الآن بالنسبة لمراتب التلاوة، هناك ثلاثة مراتب أصلية أو أساسية، ثلاثة. المرتبة الأولى وهي التحقيق أو الترتيل. ما معنى التحقيق؟ تفضلي. بارك الله فيك. أول مرتبة في مراتب التلاوة أولا التحقيق، وهو القراءة بتؤدة وطمأنينة وبطء مع مراعاة أحكام التلاوة، مع مراعاة أحكام التلاوة. ثانيا التدوير، ومعنى التدوير تدوير، فهو القراءة بصورة متوسطة بين السرعة والبطء، هناك شرط، مع مراعاة أحكام التلاوة. التلاوة. ثالثا الحذر. ما معنى الحذر؟ تفضلي. هي القراءة، القراءة بصورة سريعة مع مراعاة أحكام التلاوة. فنجد بعض القراء عندما يقرأ بالتحقيق كعبد الباسط، كالشيخ عبد الباسط، قراءته فيها نوع من التؤدة والطمأنينة والترتيل والتحقيق، أليس كذلك؟ وغالبا هذه المرتبة يستخدمها المشايخ في مقام التعليم، عندما يريد إنسان أن يعلم أو شيخا أن يعلم طالبا عنده. الحذر على النقيض منها تماما، وهي القراءة بسرعة، لكن ليس معنى السرعة أن نتجاهل بعض الأحكام أو لا نأتي بها. التي بين بينين وهي التدوير، ومعناها القراءة بصورة متوسطة بين الترتيل أو التحقيق والحذر. هي هذه المراتب الأساسية. صحيح. الآن صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، صل على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا، اللهم آمين. نأتي الآن لمحور مهم جدا، وهو آداب التلاوة. قد انتهينا منها. المفروض أن نتكلم عن عدد نسخ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كم الساعة؟ طيب. الآن نريد أن نتكلم عن عدد النسخ أو نسخ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كم نسخة كانت موجودة في عهد النبي؟ كم نسخة؟ تفضلي. إذن عدد النسخ التي كانت موجودة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نسختان. النسخة الأولى في الصدور، والنسخة الثانية مكتوبة في السطور. بارك الله فيك. إذن عدد النسخ التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسختين أصليتين، إما أن تكون في الصدور كمن يحفظها ولم يكتبها، أو كانت في السطور. طيب، نأتي إلى البند الأخير في هذه المحاضرة، والذي يتحدث عن رأي العلماء في ترتيب سور القرآن. رأي العلماء الآن عندما نفتح المصحف بماذا يبدأ؟ بسورة الفاتحة، ثم البقرة، آل عمران، النساء، إلى آخر المصحف.
هذا الترتيب بين الصور هل هو من عند الله أم من عند العلماء أم هناك قول بين القولين؟ نأتي إلى الأقوال. طبعا لما عندما نقول رأي العلماء، إذن المسألة فيها عدة آراء. رأي العلماء في ترتيب سور القرآن، من العلماء من قال أن ترتيب السور نقول عنه توقيفي. ما معنى توقيفي؟ من عند الله توقيفي. الآن عندما ننظر إلى المصاحف الموجودة في المساجد، ماذا نكتب عليها أو ماذا نجد مكتوبا عليها؟ وقف لله تعالى. كلمة وقف أو أرض وقف لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ولا يجوز هبتها هديتها. لماذا؟ لأنها لله، موقوفة على الله. فعندما نقول توقيفي يعني وقف على الله، يعني من الذي وضع هذه الصور بهذا الترتيب؟ هو الله وحده، وليس للعلماء ولا للصحابة ولا لأي، حتى الرسول ليس له يد في هذا الترتيب. واضح الكلام؟ إذن هذا هو الرأي الأول، أن ترتيب سور القرآن الكريم ترتيب توقيفي من عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا قال العلماء أن ترتيب القرآن الكريم توفيقي. ما معنى توفيقي؟ اجتهاد من الصحابة. معنى توفيقي أن الله وفق الصحابة لهذا الترتيب. الله ماذا فعل؟ وفقهم، فنقول توفيقي. ثلاثة قالوا كل القرآن توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني كل سور القرآن ترتيبها توقيفي من عند الله، إلا سورة الأنفال فهي من وضع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ما هي الأنفال؟ والتوبة. الأنفال والتوبة. واضح الكلام؟ إذن بالنسبة لترتيب سور القرآن، منهم من قال أنها توقيفي من عند الله، ومنهم من قال أنها توفيقي من الصحابة، ومنهم من قال أن كل سور القرآن توقيفية من عند الله ما عدا سورتي الأنفال والتوبة، فوضعهم بهذه الطريقة عثمان بن عفان. طالباتي الحبيبات، في نهاية هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد حصلت الفائدة، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ولنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.